7,600 亿美元。الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها. التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد. لقد استفاد الاقتصادان الصيني والأمريكي من تنمية بعضهما البعض، وهناك إمكانات كبيرة للتعاون بيننا. الانفتاح على العالم الخارجي هو سياستنا الوطنية الأساسية، وبغض النظر عن كيفية تغير الوضع الخارجي فسوف نتحرك بثبات إلى الأمام.